السلام عليكم اعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة انيمال فاكتوري اليوم معنا المربي والهاوي بسام العازمي حياك, حياك الله ابو خالد الله ابو صفاء شو اخبارك شو اخبارك والله مشكورين على استضافتكم عندي الله يسلمك انت المشكور مشكور على دعوتك لنا وما قصرت يا اخي بالعكس ومشكورين يا يعني انيمال فاكتوري أه. على هالدعوه انكم جيتوا عندنا الله يرحم والديك وهذا اقل واجب احنا نقدمه حق المربي الله يرحم والديك ومشكور اخونا حقيقي. بسام العازمي ابو خالد ما شاء الله تبارك الرحمن ممتاز بشيء جديد يعني اليوم غيرنا لا ريش ولا شيء وطلعنا من هالاجواء كلها وينا اليوم توجهنا حق سمك الزينه وما شاء الله هو منتج حق هالسمك الزينه وان شاء الله بتشوفون ان شاء الله شنو موجود عندنا اخوي ابو خالد كلمنا عن بدايتك متى دشيت بهالهوايه وليش دشيت لها نقول بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه طبعا انا بديت في في مشروع اسماك الزينه اخوي ابو سرحان لي زياره في سوق الحمام اخذت لي جوله ومشيت فيها طبعا من المبدا انا هاوي هالاسماك الزينه من الصغر ولكن اللي جذبني ان ان اسعار غاليه وكل الاسماك الموجوده هي اسماك شرق اسيا يعني من تايلاند وسنغافوره وماليزيا يعني ما شاء الله عندنا في الكويت احيانا في ناس مبدعين انتاج الحمام انتاج أه مثلا البلابل أه ولكن هالمشاريع هذه مثل أسماك الزينه صح نادرة النادره طبعا رحت هيت الزراعه أه ودخلت عليهم وحاولت اني سالتهم اذا كان في ناس منتجه عندنا في الوفره او في العبد لأسماك الزينه أه أه طبعا جاوبوني ما في قال كل اللي عندنا اسماك البلطي فلقيت ان فرصه لي انا ادخل في هذا المجال ما شاء الله نعم وطبعا دخلت في هالمجال وما يخفيك شيء هذا ابو سرحان لان احنا عندنا اجواء تختلف عن شرق اسيا بكل, بكل ايه 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 صح. من ناحيه المياه عندهم تدري مياه امطار ملاح عندهم قليله ما توصل 30 بي بي ام كجزء من بالمليون. <applause> إحنا عندنا الملاحنة إذا إذا أبار توازية توصل من أربع آلاف لست آلاف بي بي إم. وكذلك اللي عندنا مش مشكلة كبيرة في البلد يعني. اللي المناخ عندنا متغير. صح متغير ايه؟ ومتغير بشكل نقول. حار حار أيوة. بارد بارد مو غشمات يعني تخيل معانا في الصيف 60 درجه توصل سيليزيه اي أه. وبالشتاء مرات توصل صفر وتحت الصفر أه. فهذه الاسماك كلها شرق اسيا أه. وجزء منها من جنوب افريقيا ما هي مهيئه لهذه البيئه صح فشنو اتخذ معي انا حطيت خطه اني استوردت أه. جزء بسيط فبديت اني أه. اهيئه عندي بديت بديت أيوة طبعا الجيل الاول انتجته مثل الامهات الجيل الثاني استاذ ابو سرحان لا والله في جزء من في قمت تطور منه لا, لا مو تطوير كان هدف بدايه اني اني احاول يتاقلم عندنا على جوانا الجيل الثاني صار عندنا في شويه مناعه بدا يقاوم البرد عند درجه توصل 10 ما عنده مشكله الجيل الثالث هني اللي 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 بالفعل اخذت مناعه من ناحيه الاجواء عندنا كذلك الاملاح وما عنده مشكله اذا انخفضت درجه الحراره او اذا ارتفعت فالجيل الثالث هذه طال عمرك انطلاقتي في بس في المشروع انت هني انطلقت ايوه هنا يعني خلاص قلت هذا المشروع الحين السلاله هذه اللي عندي طبعا كويتيه 100% الجيل الثالث فبديت انطلقت منها آه اي نعم وانطلقت منها وسويت لك هالاحواض ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا سويت عندي الاحواض مجموعه مم احواض وبالأمان انا تشعبت في انتاج الاسماك كلها يعني انتجت الاوسكار انتجت طال عمرك المولي انتجت كذلك فرونتوزا وتروفيوس وسكلة الملاوي جميع انواعها وكذلك الكوي والجوبي <applause> طبعا الجذبني في السوق عندنا في الكويت طبعا في اصناف لها طلب اكثر من طلب آه، واللي هي اللي انت مختص فيها ما شاء الله تبارك الرحمن طشرت ايه علينا ما نعم. <applause> شاء الله بخصوص اللي لنا توجهت لها الاسماك اللي دائما ركزت عليها الاكثر اللي هي سكره الملاوي اي ليش؟ لان في طلب قوي في السوق واسمكه هذه سمكه حركيه ودائما لها مناعه قويه وعمر افتراضي طويل ولها مجموعه الوان ودائما هال... هالاسماك انا لاحظت عليها هي الطلب الاكبر عندنا سواء في الكويت او السوق العالمي فاتخذت من سكرة الملاوي انه جزء كبير من انت او لانه هو يتحمل و... نعم والوانه كثيره ما شاء الله الوانه كثيره وسمكه يعني لها تحتاج م. ناس محترفين انا دائما اوصي دائما السمكه هذه خاصه السكرة الملاوي لا بد ان يكون الاضاءه الاي دي يعني اضاءه قويه حتى انك تبرز الالوان عشان عشان تبرز الوانها إينا. وتبرزها نعم <applause> والسمكه هذه كذلك السكرت الملاوي م. ما تحتاج الاحواض ان احط فيها فخفخه زايده لا 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 دائما تحتاج بس ان احط لها بس مجرد حجر خلفيه م. بسيطه م. فتعال شوف منظرها ما شاء الله من اجمل الاسماك ويحتاجون هم الاكسجين دائما لازم لازم اكسجين استاذي لازم اكسجين ابو اكسجين يعني حتى الحوض اللي نحطهم بالبيوت وكذي بالمتر وهذا م. لا نسبة اكسجين معينه. لازم في مضخة اكسجين شغاله، بس أه. انه شنو احنا يتميز عندنا؟ م. انا ما انا اعطيك ضمان ان السكر الملاوي اللي عندنا ما يحتاج ل... الى آه... سخانات، يعني يقدر يتاقلم على 15 و10 درجات سيلزيه ما عندك. ما شاء الله إيه؟ إيه؟ متاقلم. إيه؟ 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 وقلت لي بعد المختص بالنوع الثاني الكوي. النوع الثاني اللي انا توجهت له مثل ما تفضلت الكوي م. اللي هي الاسماك هذه. آه... هذا الكوي آه... طبعا عندنا المبتدئين يطيحون فيه اخطاء. يحطون احواض زجاجيه، انا بس حطيتها عرض يا اخوان زجاجي بس انه بس عشان السمكة توضح شكلها. حلو. هذه سمكه مخصصه للبحيرات مفتوحه، مه. ما تنحط لاحواض زجاجيه. ما تنحط لاحواض زجاجيه. لا لا والله ما تنحط، يعني مه. تروح للدول المتقدمه مثل المانيا واوروبا كلها وامريكا ما يحطونها في احواض زجاجيه. وحتى نشوف احنا بتايلند دائما هي بالاحواض برا أيوة تنحط. ايوه تجي شرق اسيا اه. تلقاها في احواض اه. دائما مفتوحه، اي اه. حلو، ما شاء الله، حلو. عسى الله يبارك لك ويزيدك يا رب. الله خير. و... وكلمنا شلون طريقه انتاجها؟ والله شوف كل سمكه لها نظامها يا ابو سرحان آه ما يخفيك طبعا هالكوي هذا انتاجه في السنه عندنا مره واحده دائما مرة عندنا شهر ثلاثه لشهر خمسه تقريبا وسمكه طريقه انتاجه جدا صعب تصدق يعني يا ابو سرحان حتى اليرقات اللي 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 ننتجها من هالسلاله الكوي مم. ما تتغذى على اي اي غذاء لازم نعطيها ارتيميا ارتيميا نطلبها من برا والارتيميا هي شنو هي نوع من الشرم يسمونه ربيان أه انت تشتري بيض ايه؟ وتبدا تحطه في مياه ترفع املاحها وترفع درجه حرارتها يعني حتى معها. حتى الاكل إيه خاصه الكوي يعني الكوي اي ايه يعني سمكها انتاجها بخصوص تغذيه اليرقات هنا ايه المشكله انها تحتاج الى ارتيميا أه تاي نوع ثاني ما, اه ما يعني, 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 يعني 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 نقول بالكوي لما الحين لو انا صاحب مزرعه وسويت لي بحيره إيه؟ وحطيت السمك هذا ما اقدر انتجه كذي لا لا ما تقدر صعبه لا صعبه والله سبق انا عندي الحين اكثر من 20 مزرعه يشتغلوا في البحيرات المفتوحه وصار لهم سنتين ثلاث سنين وكذلك عندي انا في مزرعتي ما 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 ينتج ممكن يزاوج بس ما لو يطلع اليرقات ما تعيش ما ما ممكن ما تحيش. لو تعيش نسبه يقول لك 1% اها اي ممكن واحد. ونقول بالمية. على ال النوع الثاني النوع الثاني لا النوع الثاني نظامه كذلك معقد قلت لي اسمه؟ سكله الملاوي سكة ايه نعم. الملاوي اي نعم، السكة الملاوي احنا انتاجها عندنا، اه طبعا النثية النظام يختلف عن الكوي، الكوي يقط بيضه في اي نوع من النبات، هذه لا، هذه يكون عملية تزاوج احط البيض بحلجها. فاحنا شو نسوي هنا استاذ ابو سرحان؟ ناخذ البيض من حلجها وعندنا حضانات طالبينها من برا. اها عندكم حضانات تحطونها؟ لان سبحان الله 15 يوم يفقس البيض البيضه هاي تتحول إلى جنين. مم. فهي دائما تكون في حلجمها تكون جنين. ولكن اذا اذا قطت فروخه <applause> ياكلها سكرت نفس الفصيله السمكه الثانيه ياكلها، فاحنا <applause> نعزل هذا البيض نحطه في حضانات عندنا لما يجهز ونقعد نطلعه في عندنا غرف حضانات. أيوة ما شاء الله. إيه وشنو المشاكل اللي تواجهونها من الامراض و... والله وغير زو... المناخ، احنا تكلمنا عن مناخنا بس نبي والله ندرجها احنا والله, من... والله شوف يا ابو سرحان، <applause> يعني انا أؤكد لك والهيئه دائما تشرف عندي، والله الحمد فضل من الله. <applause> ما واجهت اي نوع من الامراض خاصه الجيل الثالث م. لان السمكه مثل ما قلتك اخذت مناعه اخذت مناعه من والبكتيريا والامراض الجرثوميه والفيروسيه وامراض الجلديه كلها السمكة تحملت أنا احنا قبل شوي تمشينا في الاحواض تدري كم درجه الاحواض عندي؟ درجه الحراره 6 درجات تخيل إيه شنو السمك اللي سكلت والكوي يعيش على هذه الدرجه؟ مستحيل سمك يجينا من برا يعيش على هذه الدرجه الا يكون مهيأ او من انتاج البلد نفسه. فحتى تصدق معاي أن الحراشف تختلف والله العظيم بمشارها. اي ما شاء الله أيه؟ لاحظت ان يعني حتى ما شاء الله تبارك الرحمن لما شفنا السمت تشوف السمكه ما شاء الله نشطه تحسها يعني متكامله مو مقطعه مو متضايقه لا لا مو متضايقه اي مرتاحه اي حيوية ما شاء الله تبارك الرحمن ي... وهذا يستدل على شنو السمكه جاهزه لت... لت... ل... للتربيه للتربيه وشهادة الاخوان يعني في سوق إيه. الحمام إيه. يعني الحمد لله هذا شيء يعني انا افتخر والله فيه وكل الكويتيين يفتخرون فيه اي والله اكيد دائما يتميز دائما يتميز. يتميز يعني تجي السوق الحمام خاصة اللي يبيعون العملاء اللي يشترون مني إيه. فتجي تلقى سكرته الكويتي سعره اغلى من السنغافوري والتايلندي والمالي اي لانه متعود إيه. على الجو ويقول لك ود البيت إيه وانت مرتاح عامل نفسه يقول لك هذا مثلا دينارين ونص الحبه هذا إيه. دينار ونص يقول ليش يقول هذا كويتي هذا كويتي إنتاجه الحمد لله الحمد لله انه وصلنا حق هالمرحله تبارك الرحمن إينا. عسى الله يزيدك إن شاء الله وتصير الطلبية كلها لك بإذن الله آمين إن شاء الله يجزاك الله يزاكي. طبعا احنا شنو عندنا م. عندنا بعد بعض المشاكل بخصوص سوق الحمام إيه؟ آه اللي هي ابو سرحان آه ان احنا والله هذا الكلام يعني انا احس بخاطري ان مالنا مالنا مالنا, مالنا وجود احنا ككويتيين سوق الحمام دائما المحلات الموجوده كلها مؤجره طبعا ما يخفيك الشيء هذا انا لابد اني اشكر اثنين من الاخوان عندي ثامر البهبهاني يعني رجل يشتغل في محله وكذلك وليعم. مشعل ابو فهد الصفار كذلك يشتغلون هذول من الناس والله اللي كانوا داعمين لي هذول اول ناس يدعموني طبعا. ليش؟ لانهم كويتيين حاسين في حسوا فيك إيه. ولكن م. ابو سرحان تجي للعماله الثانيه م. اللي تاخذ وهم من الكان. هو اهل المحلات دام يشتغلوا شافوا واحد منتج هني يعني. بالكويت انت وفرت عليه درب طويل درب طويل يعني بس عليه. الموضوع يدق سلف يجي الوفره صح هناك قصة له تذكره وشحن لا والله و... لا بعد توصلها لا والله وح... والله والله المحلات تعطيهم ابو سرحان فري واعطيهم تقول سمكه 10 ايام اي تنفق سمكه مرجوعه ولا الحمد ما واجهت هذه المشاكل الحمد لله ايه والله ولكن المشكله وين تقع؟ تقع في العماله اللي ماجرها المحلات اكيد شنو مشاكلهم سرحان هذول ناس تاخذ من برا يعني موزعين كبار فشيء ضايق اذا كان هناك كويتي منافس عنده في منافس اي أكيد ايه ما يبي هالمشروع منافس وسمسته احسن وسمسته افضل ايه من السمسته اللي قاعد ايه ما يبي يقول ايه باتشر منافس هذا منافس حيل هذا يقعد يسكر علي يقعد يورد انا قيمه تجاريه راح تقل عندي كمكاسب وكذا هذه هذه المشكله هني ولكن ولكن الحمد لله الحمد ايه لله ان في تعاون <applause> وبدأوا الناس تفهم <applause> وبدأت الناس تعرف تميز الكويتي من السمك المستورد <applause> وكذلك عندي صفحة في الانستغرام كويت في الشكويت بدأت الناس تعرف والله الحمد والله العظيم يا أبو سرحان كل الناس اللي تأخذ مني أسماك في المزرعة دائما تطلع راضي ودائما أنا أقدمهم عروض أقول يا جماعة أخذوا السمك روح في بيتك وحط الله أعطاك عشرة أيام سمكه تنفق تتعب حتى لو تبي تبقله ما عندي اي مشكله تعال قصار اي دائما هذا بعد ايش تبون يا جماعه يبي لك سمك كفاله اي والله إيه ويستاهلون انا اللي تعناني يجيني من المدينه جاني المزرعه انا صراحه يعني اقدم له عروض ويستاهل الاكثر والله ما قصار إيه ودائما انا حتى عندي العرض شلون العرض عندي يا ابو سرحان آه لما يجينا العميل مثلا او م. الزبون عندي في المزرعه مثل قبل شوي شلون طلعنا السمك تخيل أيه؟ له 3000 حبه سكر تو يبي 10 انا طلع له 10 3000 يقعد يختار اللي يبي يستانس وبدينا أيه. يقلب السمك أيه. هذه الشغله ما هي موجوده اصلا في العالم كلها اي اكيد انت آه بتدش محل قدامك هالحوض نقم من الحوض وانتهى الموضوع نعم صحيح أيه. لا لا نقول لهم يا جماعه تبون سمك تبون سمك الالوان وفي الوان مميزه والحين بنسولف عن الالوان قبل لا نختم تكلمنا عن الالوان اللي عندك اللي ما شاء الله وطلعت فيها بالطفره نعم طبعا انا سكرت عندنا مجموعه الوان اكثر من 180 لون بصرحانه انا عملت عندها احواض ميزتها اني قمت اركب ازواج صراحه يعني شغله هذه أه ما حد سواها هذه أه شغله الكويتيين معروفه أيه من زمان آه بكل شيء دائما دا بالحمام ودائما أيه بالدجاج أيه يطلعون اشكال دائما حنا أيه سباقين والله أيه الله كل شيء دائما تلقى الكويت سباقه اي والله فركبت لي مجموعه الوان عندي طلعت الوان والله العظيم يا ابو سحام شهاده اخوه خبراء ما هي موجوده في الطبيعه يعني تخيل سيكلت ملاوي تميز في اربع الوان م. تدخل في الانترنت نفسه تبحث عن سلاله السيكلت ما تلقاها الصوره هذه فهذا الحمد لله ان شاء الله في توجهنا باذن الله لها وميز نفسي في الوان ما هي موجوده في العالم باذن م. الله عسى الله يبارك إيه الله. لك ويزيدك ان شاء خير الله وكلمنا كسؤال اخير شنو تنصح الناس حق اللي تبي تربي سمك بيوتها؟ آه هذه سؤال مهم آه دائما اكبر خطا في المبتدئين انه يروح سوق الحمام يا ابو سرحان ويقعد يكلم له هالعامل العامل اللي بيبيع نهايته بيبيع وبيستفيد صح. فيقعد يختار لي اسماك عطني من هذه حبتين هذه حبتين هذه ثلاث حبات م. فالمشكله هني يعني وين تقع ان في اسماك ما تعيش مع ما, ما, تعيش ما تعيش مع الثاني فيقعد له مثلا 10 ايام يقول لك والله مات السمك وبقى <applause> عندي والله نوع واحد او نوعين لان النوع <applause> هذا قضى على الانواع الثانيه فانا دايما اقول للمبتدئين يا اخوان قبل لا تدخل في الحوض الاسماك اللي عندك او حاب انك تدخل في المجال كتزيين ديكور عندك في البيت لازم تدخل الانترنت او تسال الناس الاخبر منك شنو السمكه شنو النوع الافضل شنو النوع اللي يعيش شنو النوع اللي ما ينحط مع النوع هذا حتى ان السمكه تقعد معاه ترى سكت من الاول هذا عمره افتراضي سبع سنوات ثمان سنوات انا عندي في البيت حاطه بحوض عندي صار لي الحين تقريبا اربع سنوات ونص ما شاء الله نادر ما تموت وحده ولا شيء شيء نادر وش وشنو آه أت... ونقول اللي... التجهيز حق عشان إذا أنا بحط بالبيت شنو شنو ننصح الناس نقول لهم شنو تجهز طبعا طبعا أنا عندي أهم شيء عندي التغذية التغذية لازم يكون شركة قوية ماركة لابد إنه يكون يعرفها عالمية زين واوصيه بعد على كذاك انه يكون عنده فلاتر نوعيه جيده من الفلاتر والاكسجين هذا شيء اساسي بخصوص السخان مو غلط يبي يحط سخان يحط بس انا اقول لك على السكرت اللي عندي ما يحتاج م -م. سخان يعني ال اللي عند ابو خالد يا جماعه ما, ما يحتاج سخان, سخان ووفر لا, لا, لا عنده لي من درجه 12 ل 26 ما عنده اي مشكله ل 30 بعد واحنا نقول لكم يا جماعه اللي حاب يربي سمك ولا حاب شيء هذا اكاونت ابو خالد هنا موجود دش إيه عليه حجي وساله ابو خالد ما راح يقصر نعم. ولا احد ان شاء الله بالله ما قصر مع احد باذن الله ودائما الزوار اللي يجون يبسطون يكفي بس شوفه المزرعه وشوف م. الاسماء بحد ذاتها <applause> الله, يرحم والديك وما قصرت ومشكور مره ثانيه على دعوتك لنا لا والله انتم المشكورين اللي عنيتكم من الوقت <applause> الله يس... عندنا الله يسلمك لا ش... عليك احنا احنا وياك لا بالعكس والله يا ابو سرحان انت الله يجزاكم خير الان من الفكتور يعني والله بالامانه انتم اللي تقدمتوا وتل... انتم اللي العايلين علي دقين علي والله <applause> الله يجزاكم خير <تصفيق> اللي, <تصفيق> اللي, <تصفيق> اللي اللي, توصلون الرساله للناس <applause> انها تعرف وهذه الثقافه جزاكم الله خير ان الناس يعرفون ان المجتمع الكويتي وخاصه الشباب ناس شقيله وناس تحترف في عملها الله يجزاك خير يا ابو سرحان الله يرحم والديك بدا من عندنا قصور لا انت ما من قصور والله ما قصرت وكفى الله خيرك يا اخوي حبيبي ما قصرت يا ابو خالد وهذا مثل ما شفنا اليوم بحلقتنا الجديده وان شاء الله ونلتقيكم ان شاء الله ان شاء الله باشياء وايد جديده ان شاء الله السلام عليكم